السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي حبايبي طلاب الصف الثالث. النهاردة إن شاء الله هنتعلم أو هنتعرف على متممات المئة. إيه متممات المئة دي؟ هي جميع الأعداد اللي مجموعها يكون 100. تعالوا كده نكمل حقائق الجمع والطرح الخاصة بالمثلث زي ما كنا بنكملها، بس النهاردة هنكملها بمجموع 100. برافو. حقائق الجمع والطرح ممكن أعمل إيه؟ آه برافو. نبدأ ب63 زائد 37، 63، أحسنتم. نجمع عليها 67، 37، عذرا، برافو، يكون الناتج 100، أو لأن الجمع عملية إبدالية ممكن أبدل وأبدأ ب37، برافو، وهجمع عليها 63 ويكون الناتج أيضا 100. طيب الطرح بنكتبه ازاي يا شاطرين؟ برافو. بنبدأ بالعدد الكبير اللي هو 100، 100 ناقص 37، برافو، يكون الناتج العدد الآخر. يعني لو بدأت ب100 نقصت منها 37 تديني على طول 63، برافو. طيب لو أخدت 100، برافو يا شاطرين، لو أخدت 100 ونقصت منها 63 تديني كام؟ 37، أحسنتم. يبقى 100 ناقص 63 تديني على طول الناتج كام؟ 37، العدد الآخر، أحسنتم. أكمل الأشكال التالية بحيث مجموع الأعداد رأسيا وأفقيا يساوي 100. تعالوا نكمل. أنا هنكمل الأفقي الأول، 30 زائد 50 كام؟ سامعاكوا يا شاطرين؟ 80، برافو. طب 80 أكمل عليها كام عشان تكون 100؟ برافو، 20. طب لو خدت رأسيا هاخدها 30، عندي دائرة فارغة، و60، 30 زائد 60 كام؟ 90، أحسنتم. يلزمها كام حتى تكون 110؟ برافو. طيب 20 زائد كام زائد 30؟ 20. نجمع الرقمين الموجودين الأول أو العددين اللي موجودين، 20 زائد 30 50، أحسنتم. تلزمها كام 50 حتى تكون 150؟ صديقتها 50 مجموع 100. نجمع رأسيا، 20 زائد 40 60، 60 يلزمها كم حتى تكون 140؟ برافو، أحسنتم. سن بين كل عددين مجموعهم 100، 40 صديقتها 60، 20 صديقتها 80، 30 صديقتها 70، 50 صديقتها نفسها 50 ولكنها غير موجودة فلن نقوم بتوصيلها. بتفكرنا بمكونات العشر، بس بضع أصفار زي 2 و 8 10 4 و 6 10، بس هنا بكمل 100 فبضع أصفار قدام كل رقم منهم، برافو. تعالوا نكمل هنا، هنوصل 49 يلزمها كم حتى تكون 100؟ يعني ممكن نطرحها من 100، 100 ناقص 49 يكون كام؟ 51، برافو. في 51 هنا؟ لا، يبقى مش هنوصل. 63 يلزمها كام؟ 37، برافو، هي موجودة. 28 يلزمها كام؟ 72، برافو عليكم. 31 يلزمها كام؟ برافو، 69، أحسنتم حبايب قلبي. وبكده نكون عرفنا ازاي بنكمل أو نقول متممات المئة. تعالوا نكمل مختارات الجمع والطرح كده ونشوف هنعملها ازاي. ركزوا معايا يا شاطرين في اللي هنعمله دلوقتي. عذرا، نمسح الأرقام اللي تم كتابتها ونكمل بناء عليها ونشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي في اللي كتبناه ده. ايوه شاطرين، نبدأ الأسئلة بتاعتنا ونشوف أول سؤال. أول سؤال بيقول ايه؟ أول سؤال عندي، لدينا 102 تلميذا في الصف، تمام؟ 102 تلميذ، من هم؟ جميعهم أخذوا الحلوى من العلبة، جميعهم أخذوا الحلوى من العلبة، بقى منها 9،
كم كان عدد الحلوى من البداية؟ أي 102 تلميذ، 102 تلميذ جميعهم أخذوا الحلوى من العلبة، تبقى فقط في العلبة 9، يبقى كان كم عددها؟ برافو، هنجمع 102 عشان نعرف كانوا كم في الأول، نجمع 102 زائد 9 ونشوف هيتبقى كام أو كان كام الموجود. تعالوا نشوف كده، برافو، انتوا قلتوا هنجمع، نجمع 102، نكتب 102 زائد، مين يجمع يا شاطرين؟ 102 زائد 9 يكون الناتج مساويا، برافو عليكم، 100 وكم؟ برافو، 111 قطعة، برافو، 111 حلوة. رقم 2، يوجد 341 شخصا داخل الحافلة، صعد 8 آخرون، كم أصبح الإجمالي؟ إجمالي عدد الأشخاص كم داخل الحافلة الآن؟ قلنا كلمة إجمالي يعني هجمع، برافو، يبقى هنجمع 341، برافو عليكم، 341، سأضيف لها أو هجمع عليها، ها عشان إيه كلمة إجمالي دي؟ يبقى نجمع على طول، سنضيف لها 8، حلو، نجمع، بنجمع إزاي؟ برافو، سمعة، 1 + 8، أحسنتم، 9، والأربعة في العشرات مفيش حاجة تجمع ننزلها، و300 مفيش حاجة نجمعها عليها تنزل، يبقى 349 شخص الآن داخل الحافلة. لدى معتصم 205 كرة زجاجية، وأعطاه رفيقه 15 كرة زجاجية أخرى، كم أصبح عدد الكرات الزجاجية لدى معتصم؟ يعني زاد، معتصم كان معاه 205، رفيقه أو صديقه أعطاه يعني زاد عن اللي معه 15 أخرى، برافو، أحسنتم، زاد 15 أخرى، فيصبح مع معتصم كام الآن؟ تعالوا نجمع يلا، برافو، سامعة، 5 + 5 = 10، نكتب 0 ونطلع بالواحد، 1 + 0 = 1، 1 + 1 = 2، وعندي 2 في المئات هنا، مفيش حاجة تتجمع معاها تنزل، يبقى 220 كرة زجاجية. في صباح يوم الأحد ذهب 419 ولدا و30 بنتا من إحدى المدارس إلى المكتبة. ذكر أحمد أن جملة عدد الأولاد والبنات الذين ذهبوا للمكتبة 349، هل تتفق مع ما قاله أحمد؟ هل كلام أحمد صح أو خطأ؟ لازم نتأكد الأول. تعالوا نجمع عدد الأولاد اللي هو 419، نتأكد من كلامه قبل ما نقول صح ولا خطأ، لازم. طيب 419 هنجمع عليها البنات اللي هي كام؟ 30، تعالوا نشوف هيبقى عددها كام، برافو، ها نجمع 9 + 0 في الأعياد يبقى 9، 1 + 3 يبقى 4، وأربعة في المئات مفيش مئات في الناحية التانية تنزل، يبقى 449 شخص صح، إذا كلام أحمد نتفق معاه، برافو، لأن هو جمع بطريقة صحيحة. إذا نتفق مع أحمد. يوجد ناتج 324 + 71، تعالوا نجمع 4 الأحاد + 1 يكون الناتج 5، برافو عليكم. طيب العشرات فيها 2 + 7، 2 + 7 كام؟ أها يلا 9، برافو، و3 في المئات لا يوجد مئات، فننزلها نكتبها زي ما هي، يبقى 395، 6 + 7 كام؟ برافو. 13، أكتب 13 كلها؟ لا، أستاذة بنكتب 3 وناخد الواحد معانا فوق ونحمله على الناحية التانية أو على الرقم اللي بعده أو على الخانة اللي بعدها، 1 + 1 = 2، 2 + 2 = 4، ومنساش أجمعه، برافو، هنا 1 في المئات مفيش مئات، إذا ينزل 1 تبقى 143.